نقول أقصيل أنا صعود سيدي النبي هنقول أقصيل أنا صعود أمد باتي لين جرتين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عنا ونحن ما بغيرت هذا النجلاء حيودي ملك صودا فادوني ذات كشوكتان وحد كسور دواتان برنامج جاره وانا كسور قادم دون هدي الله ودله قلادو. ماذا هنا تشمورية الصومالي لان مدنى أحمد محمد محمود سلانيو أسير رسمية أودا فري ديوان قلت عد حياشة إجبل كمرد الشيخ يوليبا دقمة السلاح لي كاسو مالين تصبت دا إفود دا نقصو عيسا سير رسمي يو قبل كامرودو جيه يو مغالادا سلاح لي اوغا بلامي دونا مناسبت دان لغو دافورة يهدبا ايا وحاي كاقبسون تيوتيل كاقوليه دا مغالادا هرقيسا وحانا مدحوناها شموريه دا سومال لان مدانا احمد سيلايا كلا قيب قلي ساد دا حيس بقران اي سومالي لان كوميشن كدورشوين كقران كا سلادين تا عقاشا وحقراد كا كلادوان اي قبل كامرودو جيه سياسيين اقوهيهان وحقراد هاوين دلنيرو يعيد كستا اوه خصيصوم اريما ديوان قلين تعود بحياش الصومالي لان سيدو كلاو حاكا قيب غادان اي اوغو جوكا ها قدهان بدان اياش عالم كا غارهان نميد اوغو يوروب يدلالك الصومال لان كتا غرا اريما دورشو انكا مناسبة داسي ايا داود يلوحان كو ايقدونا حبكي يهانان كيا او دعضاي ادامان تيمكو سودوادا
ومهدسين كوحدة نيو سيركس يهستا علنكا اينو قادين وحن مركن ويريا أفايينكا كوميشنكا دورشوينكا قرنكا كوميشنر سعيد علي الموسى مدن مدحوينه وحنو كاقم هدنقينا سيدا شرفتا يحسمد له أدقود ديقا دورشوينكا قرنكا وقاق بشي إناد كلاسو قيبكا شو حفلة فوريتانكا قبل كاميرودي جيح وحنو كلوكا قم هاد نقينا مدح وينه غارهان كوميشا كدورشوين كو قرنكو وحكا قم هاد نقيا سيدا جوكتا دا آد قعان نوغا سيسيد أموره مركا تاغن آنو كا قبا هنو تلادو وحا ايمان تاينو جوكنا حفلة دافوركا قبل كمرودة جيح مقالة هرقيسة يودق مدس الحرم سيدا الله سعطان وحاهوري إنو كسو بلوضي ديوانجلينت دورشوينك ديوانجلينت عد بحي ياشا أو كسو بلابتي قبل كتقدير لحي يطوبان كي بشي جانوري وحاكو حكتي قبل كأودل قبل كساحل أو وهليان لبدك موقع ترسان قبل كان بل يقول له إيو قبل ما أنت هدي أي بعدمه وحين به فرينا قبل كان مرة تجح وحا أي تهي أهل مهمة وايو وحين ما أنت إنه ده فرينا وعاصمة دي دلكين عاصمتنا نسل دكتهين دبعاً واكاً قدسان تهي قوبها كلا ومرايات دي الدلكة وحارون تهي مركا قوبتاً ما أنت إنو تشوغنو ما أها قوب حق سياسة دا وديوان قلينتا وإنو قد يارقرو إنو ديمقراطية دا دورشو إنكا ويقوفكو حق ليهي إنو دلكي سعو عضيه مركا ما أهم ميل إنو حرم السياسة ذات كغهض لإنو أما إنو قصو قادينو تاو وإنو ما أكو هينا مدحويني إن قلت لك الدور شوي كقركا وحاقو آنكا إن إدالكا كهير قليان وي قبطان ديوان قلين أمدا سومالي لان إدالكا كهير سومالي لانا تاسي أيا نغاقو آن وحا نغاقو آن إنا نقوف كستا ومواطن غير سومالي لانا أن الديوان قلين وحا كستا dad badan ba halka hadli doona oo masrax ay soo taagi doonaan aniga waxa ahay in fudutaan iyo mahadnaq waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo inta kale ee la socota golayaasha iyo wasiirada hay'adaha caalamiga ah waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa waliba aan wasaaraha gudiga doorashooyinka qaranka la shaqeeya sida gaarka ah la shaqeeya waxa kamid ah وزارة المدحتوية وزارة المالية وزارة أرمها قدها يوح برشلة أنا كأو مهدنين ديق الحياش نوس مستقرية إن أنو ديمقراطية دان أنو كفر نوم إياقنا قعان النكسية سيقارة وحانو كو مهدنين وضمضا دنمارك يو يوكي iyo wadamada kale iyaguna gacanta naga siiyay runtii waxaan kaloo mahadnaqeynaa hay'adda Interbis oo iyaduna nala shaqeysa oo intii Soomaaliland ay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda iyaduna la soo shaqeynaysay waxaan u mahadnaqeynaa gudoomiyashii gobolada hawlahan ka soo fulinay iyo tan maanta ay u joognaba waxaan u mahadnaqeynaa gudoomiyashii jaamacada ee برعو بورني يو ساحل يو جامعة المجادنة هرقسي يدا ما تعمل فرينو وحان أمها بنقينا يدا شركة تاسو ونوهر قلسي إن ديوان قلنتو إي سيدي الوقت تاقل لكو سعطو وحان أمها بنقينا حسبية القرنك أو هاوش عين الله هيان
إمد لما إلا وانا إيتاي سجارة وحان وقوم هذا نغينا قد بيجا نلاش قيسة حسبي الله وكيل كا نلاش ولقى حرمتا قد بيجا دور شوي كقرن إتا صوتن أيام وقوم هذا نغينا مركب حب صوت وين يا قدوميها مقالة هرقيسة أما طبعا عاصمة هرقيسة عبد الرحمن محمود عيدي وحفرحتنا مانتا إني كابلا ما يسو أولا دافوه يو إني ديوان قلنتي كابلا ما تو هل كيو بمهم سنة دالكا عاصمة دي جمهورية سومالي لان مكا كوباد وحان لها اللي شعبك عاصمة دا وحان لها يا إنا سبوان قلسان وكيو يدو برسمان وآت سيموغلي damaanadka caasimada iyo ku nool areereeda iyo degmooyinkeeda dhida sabowanaag cadaaday taaguro amba laaskeel daar salaam iyo farweyne iyo degmada weyne salaaxley iyo inta gudubba inay u diyaar garoobaan si fiican isu diwaan geliyaan ayaa dadweynaha ka codsanaya marka koowaad waxay muhiim u tahay adduunyada waxa wax lagu qaybsadaa waa population caasimada population-keegana waxaad moodaa in had iyo jeer aanu qarino waxaan leeyahay shacabiga caasimada oo caasimadnimada muujiya iyo population-ka ku nool waxaan leeyahay dhamaantii diiwaangeliya wiishanka doorashooyinka waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay diiwaangelintan waxay idin tahay tijaabo sa doorasho u qaban doontaan hadii ilaahay raaxdo ummaduna way eegaysaa diiwaangelintaas aan u wakiilisaan maalmihii dhowey golaha guddigan xoog baan u wada hadalay laba qodob baan ka hadlaynay waxa weeye sida xeer number 23 ku taala xadka caasimadu waxa weeye marka xagga koonfurta eegto waa toon intaan xeerkii caasimada la ansixin iyo habaas weyn runtii sanaaduqda lama geynin waanaanu codsanay qodobka labaad aanu codsanay waxaa in sanaaduqda caasimada la kordhiyo maadaama ay tahay halka koorniinka ugu badani ka taagan yahay oo dad badan ay ka soo galayaan degmooyinka waxaan leeyahay shacabiga caasimada u diyaar garooba idinkoo dhiirigelinaya komishankana sanaaduqda intii la helay ugu badnayd ay samayn kariyeen way sameeyeen waxaan leeyahay culayska doonta inagu ahaatee shacbiga weyn aynu ku yuba istaagnaa annaguna waan idinla beerbeer taagannahay shacbiga caasimadana waxaan leeyahay kuyuyada saa wada istaaga caasimadnimadeeda ku xidhan inaad isdiwaan gelisaan waxaa ku xidhan teena qaranimo waxaan leeyahay shacbigayga sharafta leh diiwaangelinta si toosa uga qayb qaata aad baan aad mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka waxaan u yeedhi doonaa Cabdifataax Ibraahim oo voter registration system-ka wax ka odhan doona commissioner Cabdifataax Bisadow diiwaangelintu macnaheedu waxa weeye diiwaangelin wacani waxay inoo horseedaysaa doorasho wacan haddii diiwaangelintu ay ku dhacdo hadduu ilaahay wax gabood fali waxa ay ka go'an tahay ama laga arkayaa doorashada marka waxaanu rajaynaynaa horta diiwaangelintu in aynu dhammaanteen isbeber taagno si ay noqoto mid u taabo gasha ilaa imakana si qurux badan waynu ku faraxno socotaa qalabka iyo agabka ayaa iyagu isweydiin leh haddaba yaynu u adeegsanay ilaan waxaa loo raadsadaa xirfadda cidda u leh ee qalabka iyo agabka isticmaalaysa waxaynu sanadkii kaga duwanay in badanna aan aad iyo aad ugu mahadinayaa goobo horena nagu u mahadiyey axsaabta qaranku ku adkaysatay annaguna aanu ku waafaqnay horena ugu adkaysanay in tababar dheeri ah lagu siiyo ardayda qalabka aynu isticmaalayno sanadkan waxaynu adeegsanaynaa ardayda jaamacadda ardayda jaamacaddeena adeegsanaynaa weliba ma aha arday jaamacadeed keliya ee waxaynu adeegsanaynaa ardayda jaamacadda ee aqoonta dheeraadka u leh kombyuutarka iyo aqoonta kombyuutarka u leh waxa aynu sidoo kale ku siinaa tababar inta aynaan siinna waxaynu ka qaadnaa imtixaan oynu weliba hubinnaa inay aqoonta iyo wax looga baahan yahay ay leeyihiin marka waxaan annagu ardayda ku qabnaa intii aanu imaka ay nala soo shaqeeyeen kalsooni aad iyo aad iyo aad u badan ayaanu ku qabnaa waxaan halkan ka xusayaa ardayda imaka inooga qayb gelaysa jaamacadaha een filaya qaarkood imaka inay halkan nala fadhiyaan waxa ay kor u dhaafsan yihiin marka la isku daro waa kumanaan qof ayaa inooga hawlgelaya diiwaangelinta labadaa degmo ee degmada Hargeysa iyo Salaxley waxa iyaguna inagala qayb qaadanaya wasaaradda arrimaha gudaha oo iyaguna ay waajibaadkoodu tahay sugitaanka muwaadinimada
waxayna gal qayb qaadanayay oo si wal mahrolay noo gal qayb qaadin jiray ciidamada qaranka oo iyagu had iyo jeer aha laf dhabarta hanaan wanaaga ay ugu socoto amniga ah ee doorashooyinka iyo diiwaan gelintuba waxa iyaguna meesha ku sugan oo hadii ilaahay hadii wax illadi ka timaado ama iyaguna gooba ku sugan goob joogayaasha xisbiyada qaranka sida ay sidoo kale ugu sugan yihiin goob joogayaasha maxalliga ah iyo goob joogayaal caalami ah oo eegaya diiwaangelinteenaasi sida ay u socoto waxa sanadkan aynu kaga duwanahay waxa ay noo joogay ilaa 35 cilad saare oo iyagu marka oran ahaa kuwii ardayda soo tababaray aqoon durugsanna u leh kombiyuutarada iyo agabka iyo qalabkan aanu isticmaalayno isla markaana maalmaha ay diiwaangelintu socoto aad marar barar ku aragtaan iyagoo dul taagan qolooyinkiina nagala soo qayb galay gobolladan xisaabta u jeedo waxa ay ka kooban yihiin 19 kooxood oo ku wareegaya dhammaan goobaha diiwaangelintu ka socoto waxa iyaguna jirta xarun dhexe oo ah telefoonada lagula soo hadlo wixii cilada si looga xalliyo waxa iyaguna jira khuburo ku sugan xarumaha si wixii dhibaato ah ee ay yimaadaan ay nabad cilad saaraha ku adkaada iyaguna ay uga gargaaraan waxa ay gobolkan iyo labada degmo ay iyagu u heleen nasiib aanay kuwa hore u helin in ardayda ka qaybgalaysa kala badh in ku dhoweyn ay yihiin kuwii ka qaybgalay ee soo diiwaangeliyey ballagubadle iyo gebile oo ay u noqonayso inay mar labaadna ay galaan waxaa sida oo kale ay yihiin gobolkii shanaad ee ay ka qayb qaataan 4 gobol weeyaan laakiin degmada Hargeysa waa markii shanaad ee ay ka hawl galaan in ay xalliyaan mashaakilka caynkan oo kale ardayda aynu sheegaynaa waa arday aynu tababarnay oo muddadii la hakiyay kadib haddana intaynu dib ugu yeednay aynu u soo naqtiinay wixii aynu ku tababarnay ardaydaasi waxay naga mudan yihiin inkastoo filayo in filaya aan odhanay uu halka inoo joogo presidentkii jaamacadda Hargeysa isagoo kelmaddiisa odhan doona ixtiraam iyo qadarin iyo soo dhoweyn waxaanu ogaanay ardayda marka la soo dhoweeyo ee moralkooda la dhiso in shaqadoodu ay kobacdo marka had iyo jeer cilad iyo hadal lala keenana inay isdhinto marka waxaanu ka codsanaynaa dhammaantii goob kasta oo ay tagaan in laga barbar galo oo sidaa ma aragtay si ardadaasi si hufan ugu shaqeeyaan waxaan filayaa hadalku inaanay aana u baahnay inuu in badan tarmino waxaan filayaa madaxweynuhu waa joogaa maanta axsaabta qaranku waa joogaan golayaashii sharci dejintu waa joogaan xisbiyadii qaranku waa joogaan ururadii bulshadu waa joogaan qaarabixiyaashii waa joogaan iyo inta bulshada iyo xubnihii ka inagala hawlgalay iyo goobaha diiwaangelintuba waxaanu idinku dhaaranaynaa filayaa hadhow madaxweynuhu markuu soo gabeen in isaguna inuu ugu dhaaran doono inaanay diiwaangelinta komishanka doorashooyinka qaranku lahayn diiwaangelinta qaranka leh hadday u hagaagsana qaranka iska leh hadday ka xumaatana qaranka ay ka xumaanaysaa warbahashaana laguma halleeye ee idinkuna wixii idinkaga aadan ninuna xaggayga ha u soo riixin ayaan intaas ayaa ku soo gabagabaynaa madax dhaqameedka Soomaaliland kaalin weyn bay ku leeyihiin arrimahan oo kale inta badanna hawl adag bay iska saaraan xukuumadda iyo komishankana way kala shaqeeyaan traditional leaderska marka aynu ka hadlaynana waa tiirarka aynu ku taagan nahay kelmadooda waxaan siinaynaa oo afkooda ku hadli doona Sultan Xasan, Sultan Cabdillaahi, Sultan Cabdiraxmaan. Sharaf weyn bay ii tahay inaanu ka soo qayb galno maanta oo aanu soo ajiibno casuumaddan komishanka doorashooyinka qaranku uu ku daahfurayo diiwaangelintii gobolka Morodijeex. Waa hawl qaran, waa hawlaha ugu muhiimsan ee ay inoo qabsoomay. Waxaan yacnihii ku soo ururin lahaa diiwaangelintu marxaladan maanta ay marayso wayna jaxday, qarankana waa najaxay. Waa wax weyn oo inoo soo kordhay. Guddiga doorashooyinkaanan aad iyo aad uga mahadnaqayaa sida kartida leh yacnihii maanta ay arrintaasi ay inoogu soo qabteen ay gobolladii hore iyo imtixaankii hore uga soo gudbeen. Taasi waa taa. Waxay noqotay maanta iyo mawduuca halka inoo yaalla gobolka Morodijeex oo caasimadii ku taallo waxaynu maanta waxaan u dirayaa baaq dadweynaha degan gobolka Morodijeex oo aan leeyahay maroodigaa laynagu sheegay waa inaanu diiwaangelinta gobollada dheeraannaa
وأين توصوا لقادرنا كاركي وعاصمتي وح يعني هي أنقلة الدار ويا شعبك إلى نظام كإلاليا إن ذات كواوين لإحترام وعاصففك لبعريدين ذات كنافضة أنا اللو قرقارو وإيا قلفتقو ذا نمبر كا يعني هي اللو فدوديو وحكا لو أنقلة الدار ويا صغير وكبير وإن تسمروا يالتان دلقاب وإن أدو يالتان هدي أي يعني صفف في ذكو دير هذا وين أدوها بين دحضان يعني هذا هو شاسي سيدة تايو وصوب بحضان وهل كي لغوك لأتكان أي مرودي جاء مركز صح تاسل واتا قد يقد دور شوي كقرنك وحن هي قد وصوب شايدين أي ما دام ديوان قلتي إنو نتشحدي ما دام أي نقوبه هرا إيو قوبله هرا لصوب مرين على شذا أبو بدني وحاجة إشبيل أبا حواره إيدت خلوك الهريو إن أتقعنت النوف ودي إنسان بان إن شاء الله يدي كده البرينا وأن يدي كعد صرينا وحاجة لو كسو أورونا إياه وأن يعني كسو كوبيا إن ما أنت عيني سكدو ابني وقال له وإنو قعمها يسوق أبصر له سيدي ديوان قليتا سينو قد ما يستغمي الله قبل كمرودي شاحي وحفل إياه إنه قبلنا دي كلنا للميسان يهي الله يسفضل بايد كفول دونكو مشانهان وصمرا ودلقاتا هاو شاسي شاء الله وقلت قديش السكادة قوانا ندكوها مبريينينا نبات قليدا حق النبات قليدا نبات قليدا مركو هربا واتكيني دلكي نمانتا نيف نيف هردي يا مجرو أرين تن مانتا غالبا نكوة دنواتا قعما هاي نسكوها يسانا قران كي أوردان أحساد يشعب يبغى إنك قامها يسقها يسنا. سداسة إنه هو قولة سلسة. برشاد الرئيس كهاد قريبة كم بده أي نقول تونا مركن واحد نقفان كسرنا مروة نورة محمود. لا هيبة ما هذا لا إلا هيبة ما هذا لا الله أبنك إنسي أي أين أن أرجع قصة عن كل صوت وسن سدا وضم دقار كشرة إلا الرحمة دي سي إنه شوي الله نمعك استا يوناك استا حقي سوقا هذي أيان أم هذه علينية كلي وحن سدح فريماد وجود بينية كو غير هرجيسة ومانتا أي حفلة دي ده فرقة أي نشوجنا يا أرضي ده كام عدها حوشن حلك غلص لا لا ديبي هي نافذة قرن كسومالي لان aan ku horeeyo ardayda jaamacadaha xil culus ayaa la idiin dhiibay oo la idiin dhaariyay marka taa ina sida ay ugu wanaagsan oo daacadnimo iyo dulqaad iyo hawlkarnimaba ay ku jirto aad u fulisaan ayaan way idinka codsanaynaa insha Allahu ta'ala sidii gobolladii horeba ay inoogu soo dhacday een waxaan la hadlayaayo kale dadweynaha reer Hargeysa هرجيسة وحوي وان مجال مضح دي سومالي لان مضح ميل خسر هي مشرو مركا وحوي أنا مضح نمضى تون كلايدين كقبو يتو صالح هذا وصاب في دون أنا إن الإسياشان أيان إدين كنا إن شاء الله تعالى إدين كرتشينينا فرهين توضم بيسا وحن أوجد بنيا بهوين تنافذ غير سومالي لان وحويان ما أنت وحينو وجوغنا وحوية مصير كي دل كينا يكي دد كينا با نافذ غير سومالي لان ربع قرني ايا وحي لهايين وحبان نقمقن هذا با وحي كمقنا وحا اي اقو سور دوان ايان ايا ما أنت هل كان آن اقو قدبين ايا وحا كامقن دريقي آد اماري لهايد ايا سيدي آد كو قاري لهايدنا انا ادقراتا وناكسن marka inay isdiiwaangeliyaan oo ay maxay hayday kaarka codbixinta ay qaataan dadka naafada ah ee reer Soomaaliland oo codkooda cududooda iyo aqligoodaba ay mideeyaan ayaan ka codsanaya iyagana si ay hadii Ilaahay awood leh oo golaado ee xisbiyada qaranku ay ugu xisaabtamaan barito waxa laala waxa ka maqan ee ay tabayaan ay u gaadaan insha Allah ta'ala waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga anigoo u mahadcelinaya
كوميشن كدورشوين كقرن كسومالي لان سومالي لان هقولي ستو وما صفها يعني محمد يوسف قدوميها كان عدا هرقيسة وحيكا سو شقيني السيد وانجلين تقرنك أما وحلا لي وحي دورسو يندعي إلا دستور كيوه الرئيي جمهوري دا سومالي لا أرضي دا جامعة دا هرقيسة صدح مدنة مدح وينا صدح كل يدود أياكا قيب قادنا يا ديوان جلينتن وكلية دا اي سي تي دا كلية دا انجنيرينكا يا كلية دا استاتيسكا صدح دا كل يدود waxay hore uga soo qayb qaateen diiwaangelintii ka dhacday Bali gubadle iyo degmooyinka yaryar ee ku xeeran waxay ka soo qayb qaateen oo kale ay soo sameeyeen diiwaangelintii ka dhacday Gabiilay iyo deegaanada ku xeeran diiwaangelinta waa tii dib loo dhigay kulay raad badan ayay ku yeelatay jaamacadda kalandarkii jaamacadda iyo hab socodkii tacliinta iyo ardayda hadda wada tacliintoodii barraad badan bay ku yeelatay koos badanna way ku soo kordhisay dhaqaale badan oo mushaharka xagga macallimiinta intaas oo dhameeyadoo ay dhacday haddana jaamacaddu waxay sacrifice u sameysay nafteeda u hurtay maadaama hawl qaran in gacanta ku hayno inay hawsha qaran dhammaan laga qayb qaato ardayda hadda tirari fara badan ayaa la soo siiyey waana loogu celiyay muddadii diiwaangelinta dib loo dhigay haddana hal maalin iyagoo 600 oo arday cagacagaynaya goobii horey ka soo qayb qaateen si qurux badan ayay u tilmaameen kulanka komishanka qaranku waxa cabasa lagama soo sheegin dadkuna ammaan fara badan ayay ka sheegteen hadda oo gobolkii ugu xoogga weynaa ugu weynaa gobolkii maroodi jeex ee caasimaduna ku taalay ardayda dardaaran fara badan baanu soo siinay waxaana looga baahan yahay dulqaad iyo inay si daacadnimo u sameeyaan diiwaangelintaasi oo tay qofka ku soo baxaya hadhow qof si sax ah ku soo baxay maadaama diiwaangelintu si sax ah u dhacday dadka caasimadda ku nool iyo inta ku xeeran gobolka maroodi jeexna waxaa laga rabaa inay ardaydaas soo dhaweeyaan soo dhaweyn fiican u sameeyaan gacmo furan ku soo dhaweeyaan waa arday loo xulay oo isbiidhka kombyuutarkay samaynayaan deg deg fara badan yihiin ardaydana waxaa la leeyahay goobii hore oo dadku ay ka yaraayeen hadda goobaha waa laydinku badanayaan kuyadu way dhaadheeraanayaan aad bay u dhaadheeraanayaan taasaa laydinka rabaa idinkana inaad dulqaad fara badan ka samaysaan dad badan oo garanaysaan idinku yimaadaan laakiin sida saxda inaad u qabataan diiwaangelinta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu دكتور محمد يوسف قدوميها كان عدا هرقي سعاد يا دوم هتسين هاي يدو كان عدها دل كورد مناي انتي هورنا كالين وين كسو قاتل كو تنبه هراي يا قبلة هراي ناي يبنا هل كو تكسي ودي دونان ان قيبها كلاش قي كوميشا كدورشوين كقرنكا الرباح انتي وانجلينتا يدورشوين كبا ايان كسي كودا شراي هيدها كعاوية لنا عفنكا يكو كالايا لنا عكالابا كعاوية ويتربدين Of course, Michael. For voter registration to take place, I attended the launch in Berar, in Berbera, as well as I visited voter registration centers in Borama and Sheikh. I would like to congratulate Somaliland on this historical moment. Not only is this the first time in Africa, but this is actually the first time in the world that iris scan has been applied for biometric voter registration. This is a sophisticated technology, so wouldn't everything go wrong? No, no, no. So far, it has been moving very smooth in the three regions. I'm even confident that it will be moving more smooth here in Hargeisa, because all the lessons learned are being fed back into improving the process step by step. So I'm very confident that here in Hargeisa, we will not see any obstacles
only a few technical issues, but that is pretty normal in a complicated process like this. I would like to take the opportunity for this success to congratulate government at local and central level, the National Electoral Commission, civil society, traditional leaders, and in particular the students from the universities in the regions that are really supporting, actively implementing and helping day and night as voter registration go on for this process to move smooth. And just to add, it has been very nice to see that so far in all the registration centers are visited, all the supervisors were actually women. Very well done. This is of course a very critical process, but it's a major step towards democracy in Somaliland. For the first time, multiple registration is not possible anymore, and a few people have learned it the very hard way. And that is also a major step towards free and fair elections. As I mentioned, voter registration has been going smooth in the three regions so far. So we can only hope that also in the last two regions, Sol and Senak, I hope it will go on as planned, with some delay though, but be finalized within the time, and so that we can have, and I would like to emphasize that, elections on time in Somaliland. The last thing I would say is that once again, I congratulate Somaliland and Hargeisa, and I will encourage everyone that is eligible to register, to go and register and participate in this democratic process. But please don't register, only register once, you will be caught. So thank you very much, Mahat Senat. وحال مركن كسر دوينا يا قدام كهيك كواد حسب جا كل مية محمد كاهن أحمد. سيدي رجع هنا معي وش هجان كوميشن كو بحنت كو بحيي وحاي إنه ضل إنا لحد قبل دور الشا قرن كانوا ككو بي هاي قبل كي أفراد عاصمة الدل كا أي إنه ما تدافر إنا بحنا كنا داعي ديوان جرينتيسي وحاي إنه كسر شقين لأفر قبل قبل دي هراء oo diiwaangelintu si maamuus iyo macnala ay ugu dhacday lagu soo guuleystay taasi markaa waxay la tusaysaa inaynu ku kalsooni qabayno komishanka doorashada iyo xukuumadduba inay si wanaagsan u dhammaystirayaan gobollada hadhay ee diiwaangelinta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa sidii komishanka qaranku ay sheegeen madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland golihiisa xukuumadda inay ka soo baxeen si miisaan leh weliba saayidba ku dareen qaaraanka iyo qaybta ka soo qabatay diiwaangelinta qaranka arrintani waxa kaliya oo ay na tusaysaa inaynu si sax ah oo muddadii loo qorsheeyey diiwaangelinta ay komishanku u qorsheeyeen aynu ugu dhammaystirayno diiwaangelintii taasina ay na tusayso inaanay haba yaraatee dhinaca xukuumadda iyo dhinaca komishanka inaanay midna dib uga dhacaynin doorashooyinkii aynu qorsheynay 2017-ka aad iyo aad baan si gaara ugu hambalyeynayaa maxaan ku dhahdaa ee komishanka doorashooyinka madaxweynahana waxaan leenahay madaxweyne intii horena culayskeedii waad qaadateen adiguna waad ka dadaashay inta dambena waad ka dadaali doontaa haddii alla yidhaahdo si ay doorashadu waqtigeenna u qabsanto waxay ila tahay arrinka qura yaalla waxa weeye sidii komishanka uu sheegay diiwaangelinta xisbi ma leh komishanku ma leh xukuumaddu ma leh diiwaangelintu waa hawl qaran
مايكل واكي شاقي قلبك إنه ما أنت كوجل إنه عالم كسيدة وود يهيب أن هرل لوجو تجابينه إنك ما أنت سومالي لا لوجو تجابينه يا وهنش الله يحسب تقرك يا كوميشن كمان كود الشقين إني كوميشن كمان كواح نوب الله قاعد إنه حسب ياهن إن النقيب تيا ذكى قاعد إنه إن الله شقين إنه أحسب تقرك أنا الله شقين إنه قبل كم رد شه ما يركي يا برا ساب كنا وفديان وعاصمة دلكا مرة دي سومالي لاند ورنبا عاصمة دي وطاي برنا قبلة دي كم بديهين الهي نواكي رحمات كيروش شبي إساقا قادر هو قفور الرحيم هو عبار تسارة وإنكي باريني وإنكي محانكو نهداي حوغا اوها كرناي عبارتي إما كمركا وحان لين الشعبي وينها سيدي قبلة دي هورا ويو حل حل كان كادك سوى تشيري مرودي شيخ waxa laga rabaa in ay diiwaangelinta aad iyo aad qaybteeda uga qaadato nabadgelyada la ilaaliyo asaabta qaranku ka shaqeyso komishanka aad iyo aad doomaantiin salaam aleekum rahmatullahi wa barakaatuh أو شاقي ما بضله إدي وجلنته غرق كان مستقبل كتباع فعيسى كارنته وين أعتقد قالته الأدي أدب الكبو ما هذنا قينار كونه كبابينا إن أنت عمين ما دحويني أتكسي وما استطال لما كقوله هاري لما هنا كدر لا أنت ليدي ما دحويني هذا واحد نوع هاري labadii gobol ee aan isleeyahay inta waxay u baahan yihiin dadaal ka badan dadaalkii gobolada hore ay xukuumad iyo commission iyo qaranka ay u galeen in loo galo oo ah sool iyo sanaag iyo waliba buu hoode iyo toddobada tuulo ee uu qoyga ku yaala ee toddobada doorasho madaxweyne marna aan doorasho laga dhigin حقوقدوودii la dugsiyay ee qaranka uu go'aan ka gaaray xisbiyada iyo xukuumaduba in arrintaasi oo ku saabsan arrin maamul oo aad u fudud ay wasaaradda arrimaha gudaha ay arrintaasi dhaqsaan u raysirto arrinta qaranka waa xusuusinaynaa waxaan leenahay waa arrin muhiim ah waa arrin dadkaasi ay u leeyihiin xaqooda inay codkooda dhiibtaan عندنا البريان عن حق الأقول له هاي أقول له ده صول يسناك بري أيها الروح إنك سارن أيها الروح إنك سارن حنكارا أنت ده وين إنك يجيبوا بني إنك مو هلا سعد وقريب شو قد عضو صول ضعف ماذا هو إني أنا قهوة خبيش الخبيرة هوشة تياريين عن شعلة يا دي ولا تيار تاي إن ملوك هوشا قبل سنة حكومتنا دي جلين بدن أتسي سوسي كمالا دفاري أي جيبو جلين تبقونا ما يسكرتو ولن أحسنتي تاكي بردو أخي أكود حسبك الوطني محمد عبد الله ورعد أدي أدو مهنسي مركنا وحنو يري تدوميها حسبك سياسي وعيد إنشدير فايسر على وقت وعلى وحوي دوانجلين وينو هاكيني وحينو هاكيني وحيهاد صوبتي عبارة ما أنت الحمد لله رب العالمين حير كينا والا بدلي روب كينا وينو داي هاكيس كالا هاكيي وحا لغا سمي فاس با لغا سمي ودوك بين با لغو شيغي وحا ليدي وحا ديبلو نيجي دور شري تا madaxweynuhu waxa soo sheegay go'aanka markii uu gaarnay waan soo sheegnay doorashadii dib loo dhigi maayo waa doorasho socon doonta insha Allah ta'ala kharashkeedii loo doonaa weeye waxaan jecelahay sida inagu bilaabteen inagu dhamaato diiwaangelintuna maalinta aan dib u dhignay waxaynu laba qodob aynu ku qaadinay xafiis ee madaxtooyada mid waxa weeyahay inaynu doorashada bishaar oo kumaqay dib u dhigno talabada waxa ay ahayd in laga hawl galo degmooyinka bariga
ee hore uga dhici jiray arinta waxaan ila ka dhigno arin qaran ayaan ugu koobin wasaaradda arrimaha gudaha iyo commissionka saasanteed ma muuqato dadkeenu waxbay gaalaan laakiin ma follow up kuma sameeyaan anuu laakiin waan daba taaganahay waxaan jeclahay arinta inaynu سامينا دعايدا دعايدا بحصري للي يدل خاصه وا ديسبيوتد اريا وا عندنا ما حكمته وا لا اسكو هايستا ان تا بينين ان دون ان شاء الله تعالى او انه كنت كانوا ان يدل دتك ديغان خاصنا وي وهيلين وي وهيلين مومنتم با جرتها ان مومنتم ان كفايسن arinta kale waxa ay arintii ceer gaabo arintii ceer gaabana waa in la soo afjara wasaaradda daaqiliga ala ceer gaabo dilba ka dhacay foolxum uu soo jiitamay ugaal baa loo xidhay qaar baa jeelka ku dhintay de waxa weeye waa inaynu arintaas soo afjarnaa intaan la gaarin sanag taas waa ku adkaynaya walaa waxa weeye commissionka waxaan leeyahay horta insha Allah ta'ala doorashooyinka markii wixii ka dambeeya بقول جواب بقول إنك أبي حين دون العقد وإن إنه أود الشبكة يالنا أود الشبكة يالنا حتى إن إنه الدور الشدة إن أي بقول جواب بقول حاجة تي ذبي حين تلاقي ذي ولا نلاقي يالنا يا ما أنت ولا نللي يا دور الشدة إنه وين وصل صوتها وحن شاء الله يكون مش يكون إنه سيف في عون ولا شقيه إنترناشنال كوميونيتي وين نللي هين ويستيك هولدرز وإلى إنه سيف في عون ولا شقينا إنترناشنال كوميونيتي حبنا ما نجا حدا af Soomaali fiican waan kula hadalnaa waxaynu taraasbaanad noqdaan waxay inagu su'aalayna weydiiyaan aan uga jawaabnaa way dalaleeyeen arintan taasna waxaan oranayaa commission waxaan aad iyo aad u amaanayaa sida mayorka magaalada mar hadii uu isna gacan ka geystay maroodi jeex waxaan ii sheegay maroodi jeexow muqdisho iyo hargeysaad in kala eego maabka hargeysa ka ballaadhan walaal waan dhaafnay لكن waxa weey inagu ma faanid naqaay way faanaano 3 milyan baa ku dool bay ilaaha hadda cidba ma gasho dadku soo qaxay moojane marka waa inuu moojinaa seen uga balaadhay inuu ka dad badanana waa inuu moojinaa oo si fiican la isku diwaan geliyaa waa inaas inta sameeyna marka waan amaanayaa dawladda doogal lacag badan oo bixisay commission waxaan ka rajaynayaa noqdo commissionkii waara oo la bedelin oo raaga baan ka rajaynayaa insha Allah ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيبها ديوريشن كي فوتو ديوريشن فيسيسكا وحا كهاد لدونتا وان مركز بسوده وين دونا مروه كالتون شيخ حسن مروه بسوده وين وشيطة ما تلقنا ان يسوهن بي وحاوية ان يتقيم قاعدة سيدي اي يسوه ديوان قليل الحين اي مشد سومان لا يسوه ديوان قليل الحين وحان جوري هم تبلنا هم بلعبوا كار كان مجمدي weli waxaa jira dad badan inay isaga qaldan yihiin kaarka waadanka iyo kaarka warbixinta qofku hadii aanu iminka ka faa'iidaysanin fursadaha waa aanu isu diiwaan gelin inuu qaato kaarka warbixinta hadda uu suurtagelin mayso inuu dhigto codkiisa ama inuu cid doorto kaarka waadanka qofku inuu haysto waa muhiim laakiin hadii aanu haysanin qofka haysta iyo qofka aan haysan labadaba waa la diiwaan gelinayaa waxaana loo diiwaan gelinayaa inuu qaato kaarka codbixinta marka labadaas inuu kala fahanno qof kastaana bulshada uu arkay inay isaga khaldan tahay inuu u sheego inay diin tahay kaarka qaadashadiisa sidii commissionka iyo madaxda kale aad ka hadlay sheegeen commissionka doorashooyinka qaranka oo keliya waxba kama qaban karaan arrinta diiwaangelinta haddii aan gacan wada sidii wax ku booyaani aanay bulshada inteeda kala duwan aynaan iskaashanin waa marka kuyuuga la joogo qof waliba aana xil iska saarin ayaamaha ugu horeeya saddexda maalmood hore afarta maalmood hore ciriiri baa imanaya oo qof waliba wuxuu doonayaa saacadda uu taagan in la diiwaan geliyo marka waxaan ku dardaarinaa dadka inay horta dulqaad u muujiyaan ayaamaha ciriiri baa imanayana ay ka qayb qaataan kuyuuyada oo weliba fursad la siiyo dadka ama xanuunsanaya ama naafada ah ama dadka kale xaaladaha kale aan u taagnaan karin in iyagana fursadaha la siiyo oo dhallinyarada iyo dadka xoogga ay xagga dambe maraan intaas waa iga dardaar
وحكاله ويدنا كفايد سنة هذا بدل ما وحي إسكدا دقيقة إلى يكون عيني كريا والله بشر أيسكوا عيني كريا هاس مسوي تجلس وحد سارة يوم فلان وبلدي هراي مسوا مرني قف كتو يسكت إنه لما بشر يسكوا عيني كريا ويدعي ويدعي وأنا لقفت حدنا ويدعي بركا قف هذه لما بدأ شر يسكوا عيني كريا وحواي حق يسكوا عضينها ومهل يكان يسكوا عضين كان أحد مضلية العجات حدنا مضلية ولي بقف كأنه وادن كأحيانا يسكت ضيّن يسكوا عيني كريا يستقيل لما يستافر يوم أيه ولي ما ودير مركا وحلاقية وما يلها قار تلك قار باع سكلا ومشيقة وحسوا رجالة ما يلها قار مركا إنت هنت مكي ربا خار إلا يصور إنك شيء مقفك اللي بجي بسدي وانجل كار لكن تاس معنى هي بماحة إلا قفك اللي قبني إسلا مركا إنت هنت كامل سيستم هنت وقصان وضع مركا بمفكي والا قبنية كاتا مركا ضد بدن لقويمية مركا تاسيان يدعي عدد كان هي نجاح سابنا سببتو آح مهلا إنه إنه واسدي هرم باحة أنت استيوان جلسة يوم بحال اللي توا يشوف تقول ما لسه إني عطوه للإفتاح. هدي عن سؤال أفتح إني كأي ديوان جلسة مرة بعد يفرحي إلى أن توه حين كبري نابارها إني نجا قاعدة أولي بقى والله ذا خاله أولي عن ديوان جلسة أنا كده علنا إلى هاي نومي أحب دوسي سيو زي نومي سيو سعته ديوان جلسة هذي وأنا أحسن دم أي لبعت دم أنا إني نجا أحسن. حرقي سمر كده شوفته حرقي سام قبل كمرود شيء قبل كمرود شيء تبغوي نوسي ماذا لبا كمل هاري نقول ما ين الله خم نقول ما ينه وحوي يا ما جيب لي يبي لي قبل إمك وحي حب لعب جونا وحرقي سام إيو دعامة نوسي ماذا دعامة نوسي ماذا أنا ولي أنا قاري وحي كمل ده هي سلح لي وحكم وحكم ده عداد وحكم ده عرقر وحكم دار السلام يفروي ما يلحق صورنا وين نودي الجروني يسلونك إن أي مدد كان نفسي وعي إنه إن نودي الجروبات هرجيسة قابة حلاتي بدونه وقابة بدن سكالية تدبات عن قابة أي أمر شيء سر عاصمة هرجيسة إن لقوا قابة سكالية تدبات عن قابة وحلاتي بدونه ولي بقى وقال إياه أكثر يلي حدا بيتر وكشف عن قابة هل كان سوى حين فجرن كذا؟ أنت أيه ديوان جل كريم؟ مركات سوى حين فجر دارينا؟ قف كسوى آن وراء قاضن وآن كسوى غير قاضن وما أنت حتشوفه هل يسويه؟ تقولي كلا يسوشين؟ إني كغير قاضن وأيش ديوان جليا؟ جودة حار وحين بلاد دونا صدق كبش هذه الحين مجازي صدق كبش أبل وأي كم بلاد دونا جودة حار meelaha soo sheegay degmooyinka soo sheegay goobaha magaalada sodon ka bisha marka ay ka bilaabatay ama hargeysa waxay dhamaan doontaa 13 ka bay 14 ka maalmood si toosa ay u socon doontaa oo aan kala go'ayn 14 ka markay dhamaadaan waxa la dhigi doonaa goobo la soo uubiyay oo marka ka bisha ku qoondeen doono meelaha ugu muhiimsan la dhigi doono goobaha marka hal laga faa'iideysto 14 ka baaqood ee hore hal isdiiwaan galiyo hadhow tii taan isdiiwaan galinina 14 ka baaqood ee dambe ee hargeysa loo dhigi doono ay ka faa'iideysan doona inay iska diiwaan galiyaan meelaha kale ee ka baxsan caasimada hargeysa 7 baaqood bay leeyihiin 7 baaqood markay dhamaadaan iyagana goob cayiman ayay iyagana raadin doona marka diiwaan galinta guud ahaan sidaas ay loogu bilaabi doontaa dardaaran كمشكو بحين يعني وحويان لأن يرادة انت بضان دون إنسان مرلا بعض أي كفا يتسان مرلا بعض استيوان قليان إن عني وقتك أنا كالو دينا داتكا ومن شان سكوضة قاعدان إي آن استيوان قليان قبل الله دهارينا سدع إيه أنا إلي مرسي بلوكنا مرحبا وقبا كان ينور لبعضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حسنا تاليك شمير مرمو فتول شيخ حسن marka waxaan u yeerayaa gafarrarka ama gudoomiyaha gobolka maroodi jeex maxamed maxamuud jeeniyar ee diba ay go horeeyay oo ay raadsan maalka caasimadu waxaan oran lahaa bayno saaxibka ana jeey aad u xaqbaay in la dibeeyo ilaahay ku asbaaw sax taa ma go maroodi jeex gudi da kubishka adbaar ugu mahad celinaya inta waashirna taa ma go gobolka maroodi jeex xil fiican baan lahayn
ورق حتى لوطور طيب أي كويس كذا نكون يجيبوا فلان إلى هم عن كبر يجيا يجي كان إلى هاي يقول أيوة أنا بقول هان شعب اللي يجوا وين يجري لي هذا أنا باق ده روح عن جري هذا كشعب كار قبل كم ولد شيء كار كعفر دجا وارك ثانو حتى لا بقول هذا هو ثانو يا إلى هم عن كبر يجيا هنا كهوجان بقول هذا أدي أدي بدو ما سنتي مدن الشينيره المركب وحنو يري وسيرك رمها جوده يا منك خرنكا مدن علي محمد عبد الله مدن ملح وينه ما أنت ورنتي مالك ماله سبب توا وحين عمر لا بد أن بقاضينا وهلكن ما أنت ليسوي من استيوان قلين تبوشة غير سومالي لان أي أودي أركروب يان حق أيون ليهيني لي عذيان أو أي دورتان يوقع أنت وذا خص وصاران ماذا حديهم جامين له يبريتو مدرنا ماذا حوينه وحنكاجم هاد علينا يا لبا أهرمون لبا لبا أديك وداير وحكم كاجم لنا هديي إن هذا نمانته وحي آد حق الله إذا ترم كلابات إن البلشدة يد اللي يرد أيه وقتنا سوشي غير سومالي لان إن هذا يجينا أوفق الويسون هل كادوا حكار سيسيين يمحوها يكسي ولان وحان كلون كاقم هاد مغيا وحي كقابتي بلشدة عالم كإدق بحياشا إيه كوميشي قرنك ee ku talagalkoodi ka gaabtay sida aad u buuxisay si aan prosesskaas u gaaban oo dhaxda uga gooyin iyana aad iyo aad ma kaaga mahadelin waxaan kaloo mahadcelinayaa komishanka qaranka oo runtii rag doobir midana oo intii ay soo wadeen in ka hawshastan aan deerana deero u hirdiin مستقبل كان إن شاء الله هو أن أوفر تين اليوم إن يصير في سوولا ماذا هو إن ذلك واحد كسرة صدح ديوان جلينود أو قيمة وين ولا بروسس كدولة نما ما تشد كأي نقطة هاي ندرو نبدأ نكارسين يا هو أهل بوليال أذك توه رزا واحد وين ديوان جلين تمان تاني سفر إنه واتي عود حياش هلا بعدنا وحوي ديوان قلتي مواد النملة يقفك مواد كيس وما إلا أن لقو قرني تصدح هذا وحوي ذاتك مرتدى إنه هاي أجانبك سيدي تلك رأي نقولون ولا نعين يوحي الله سيلا لقوها وقوصن لها صدح ذات ديوان قلتنا ما دحوي لك صوى ذلك لبا وحوضة وزارة الداخلية هو حويان ديوان قلنت موادك هي ديوان قلنت أجنبيك من نوح أن لوضنا كوميشي قرنك وواتر ما توفره أرنت ديوان قلنت عد بحياش وحن شعب كوزو جينية أرنت أسوية إذن لفضان أرنت أسوية إذن لفضان وحوي كالنت كلية أما أقول لي ما هبذا الشعب كانوا قرن كان تلريس وكل يهاي وما لنت عبدورنا يسوع عدي كهجان لهاي وكارك بوف سحيينا اختيار كاية هبل هبل إنه النقضة نأخذها مركب كوي إسوما لا تصفر سيلا إترافك يأنت الدنيا ترتبع عدي كوة لهاي وما لنت عدوك عن هذا كل سبح يسوي ما هو واحد لقوها اللي يوم
ما هاد وحلاقة الدور وحمدلة وحلاقة الدور وحويا ومستقبل كاي وكالتا كل هذا هاي قرني مدى سومالي لان إن عاد قيب كتهاي وعاد عد كل هذا هاي وعاد تدين كرتو أما عاد دورا كرتو غدا دورتين هذا هو نفس فعلا تاسو حويا وحيابها عن لي هاي قفوة لبرقية دمربا وإن لو سو تقدقو وعاد كار كاي قاد سأل وقيب قادتو مستقبل كدلك تلابادو حويا وديوان قلنتا مدنقا مجلسيادة هي نوحة وهي وحي لقوه قلنه نكان كار كاسدن اي عام مواطن نمدا سدن بريوحة ايمان دونتا انانو مقالوه يكسوه قلن كارين ان مقالوه يكدح ذواركتنا عالم قرقتكي والي سويدية انا نختر كتتي انا ملك لكتكي كارين قف ولوبتاي صراحة يقوها يسو شاب كايا نكي لقوه ايو haddii dibaato ku timid aad dareenayda ama marka baa uu ka habeenkii la baarayo iyadoo laga yeeyay dhinaca nabadgelyada waxaaba cidnaa xanaanina kaarkaaga xanaano iyo inaad soo yimid ta saddexaadna waxa weeye waa taajnabiga iyagana sidaas leeg ayaa loo soo dhaaw loo sameeyay waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa dadweynihii iyo hawhay hay'adihii ka soo shaqeeyay gobolladii hore madaxdoodii iya shacab fi sida wanaagsan uga soo qayb galay arinta uu ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wuxuu ee ciirigaabo saddex arimood baa ka dhacay laba waan xallinay tii kale waxaan u wareejinay maxkamadda sare ee dastuuriga ah ama maxkamadda sare iyaga ku jira insha Allah waa in intaas soo dhameeyaan ayaan filaynaa aad iyo aad u mahadsanidiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh golaha wakiilada ama baarlamaanku waa xubin weyn oo dhinaca sharci dejinta waxaan u yeeraya gudoomiyaha xubinta koobaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax ee dad badan baa hadlay wixii laga hadlayna waxa weeye waa diiwaan gelintii ee komishanka ee aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa afartii gobol ay ka soo qabteen laakiin mahadnaqaasi ma dhamaanayo ilaa ay labada gobol ay haareen ayaa ka dhib badan afartii hore ay qabteen markay sool iyo salaag ayaa komishanka lagu qaybin doonaa sida doorashada ugu qabteen marka la tartamayo roundka labaad iyo ka koowaad baa ugu dhib badan inta hore orodku waa dheereeyaa marka sool iyo salaag baa laydinku qaybin doonaa sida aad uga diiwaangelinta uga samaysaan gobolka maradu jeex waxa weeye waa caasimadda dalka bil dambaa laydisiyay oo laydisiyay gobolladii kale saddexdii gobol kale waqti dhibaato ay la soo kulmeen dad badan baan coday inoo dhibaato ku jiro waraabsi iyo caruurtooda waxay cuni lahaayeen raadinaya waxaa laydinka rabaa maradu jeex inay kabaan wixii ka dhimay gobolladii hore ee abaartu ka jirtay inay soo bedaan ayay baa laydinku taray bisha marka waxaa laydinka rabaa 1 million oo dhan maayo 600 oo kun baa laydinka rabaa oo cod inay madad jeex aad keentaan marka waxa weeye waa muraadadii dalka waa inaynu laga shaqeeyaa waa in la isdiiwaan geliyaa waxsiga waa in la iska daayaa waxa weeye waa in la muujiyaa caasimadda inta tagan ee marada jeex tagan waxa weeye waynu ku faaranaa waa caasimadda dalka gobolladii oo dhan waa la isaga yimi marka aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa raggii gobolladii hore waqti adag baa ku soo beegmay hadda si roobkii baa inoo daay qaadan bixiyaasha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa laakiin waxaan ka rajaynaynaa waxa dhibana inay dhammaystiraan annagu amisor noo keenay maana oran beebayaal idimaana weydiisana inta yara doorashada ka hadlay nala tabataabiya wixii dambe annaga ku tasha doona sida Faisal Cali Waraabeyii wixii doorashada ka dambeeya Soomaaliland iyadaas ku tashan doonta marka waxaan soo jeedin laa waxa weeye diiwaangelintaas inay si nabadgelyo inoo ku dhacdo labada gobol ee haray sida rag iga horeeyay sheegeen waxaa loo baahanyahay inaynu isugu wada tagno doorashadii dhaweydee deegaanka waxa weeye meel walba waa la geeyay si wacan bayna u codeeyeen
تنا وحنو بلغ هذا النائل إذا استطح لابا ما شاء الله بعد أي عضيان لكن واحد لوبه هي اللغة يسكون لنا إنه كقاب كهول الله لبلا كوال أو أنت مرض الجح صعنة صار وين الصولي يسرق حب وحي ولا النائل يعني صار أنت عزام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته inaad ka soo qayb gasho furitaanka diiwaangelinta codbixiyeyaasha gobolkan maroodi jeex oo ka bilaabi doona maalinta sabtida ee bishu tahay 30 April 6 subaxnimo goboladii aan soo marnay waxay ahaayeen 3 gobol oo hore kana waa gobolkii 4aad waxaanu aad uga mahadnaqaynaa duruufiyad ka la soo maray iyadoo abaar jireen gobolladan soo marnay dadweynuhu sidee uga qayb galeen diiwaangelinta taas oo aan hortaada ku qirayno mudane madaxweyne in diiwaangelinta si fiican looga qayb galay oo ay aad iyo aad u wanaagsanayd sida diiwaangelinta dadweynuhu u wacyi gashanayeen isla markaana uga qayb galeen iyadoo waqtigu uu nagu adkaa oo abaar jireen mudane madaxweyne adigoo aan ognahay in duruufo shaqo iyo culays ku hayaan haddana waxaan aad ugu faraxsanahay ka qaybgalka nagala soo qayb gashay iyo waqtiga noo samaytay inaad noo furto diiwaangelintii ama daafurto diiwaangelintii codbixiyeyaasha gobolka maroodi jeex waxaan ay socon doontaa diiwaangelintu waxay bilaabaysaa 30 April waxay socon doontaa 28 maalmood waxaana inoo ugu ekaan doontaa 7/May 2016 waxaan dhammaan u mahadnaqaynaa intii nagala qayb qaadatay intii gacan nagu siisay gobolladii aan soo marnay waxaanan ku boorinaynaa gobolkan inuu isaguna sidaasi leeg gobolladii kale ku tashado waa caasimadii uu isdiiwaan geliyo waxaanan u leenahay istiwaangeliya oo qaata dastuuriga aad leedihiin ah inaad xaq u leedahay inaad istiwaangeliso ood xaq u leedahay in lagu doorto ood adiguna wax doorato waxaan halkan uga mahadnaqaynaa dhammaan hay-adaha la shaqeeya iyo wasaaradaha la shaqeeya oo ay ka mid yihiin wasaaradda caafimaadku oo ay ka mid tahay shirkadda weyn ee dahabshiil oo iyaduna qayb weyn ka qaadata sidii ay shaqaalaha mushaharka u dirno iyo dhaqaalaha sidii ay noogu fududeyn lahayd inay waqtiga ugu habboon ay noo gaadho mudane madaxweyne anoo ku hadlaya afka komishanka doorashooyinka qaranka waxaan kugu soo dhoweynayaa inaad noo daafurto diiwaangelintii codbixiyeyaasha madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدن يا ريا مروين وادنين تسومال الله ما أنت وتعرض تاي سيدر يلا واتك بيش أفراد لواكن يلحي تونكي وحن رسم 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 يا إنه قط براب مياه diiwaan gelinta codbixiyeyaasha ee gobolka maroodi jeex diiwaan gelinta codbixiyeyaashu waa laf-dhabarta hufnaanta doorasho xor iyo xalaal ah sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaanu ku qaabilno wadaninimo daacidnimo iyo inaanu qof kasta isku dayin inuu isku dayo inuu isdiiwaan geliyo haanu wax ka badin aanu isku dayin ayaa muhiim ah maadaama dadka isdiiwaangelinaya yihiin dadkii qaangaarka ahaa waxaa saaran mas-uuliyad taasoo ah mid dastuuriya loona baahan yahay inuu si mas-uuliyad iyo qarannimo ku jirto u gudubno waajibkeeda waxaa inoo bilaabmay raxmaddii ilaahay abaartiina ilaahay waa inaga jabiyey inteedii badnayd sidaa darteed
وحين واجبنا إننا ما نقي حمد ربي ونقرأ سيدي بلنت إنه هاي وحين هلق كسي وارد دورنا إننا كبر حنا مددي أي نكو هكين إني أبارتك والله تدا أي إعلاميين كدي للدور شيء خرقنا وحاب لام يدي ومقالية عود بحياشة يا قبل كمرة جاع وقبل كوقوين وقونا مهمسن إسلام الكال وقوبة قبل لغة دلقة جمهورية الصومالية سيدان مرر بدن أو هراء الشاقي وحاريك يقاقو آنا حكومة دانا محدادة أو أحينا أنكوها قامنا يرى أي دلقة كوقب سوق الدولتات دور شحور يا حلالة وكوقب سوق توقتك الواستيجي يا هرانتا لباكم يتدري يتبنتا هدي على إدمار إمكا لغب الابو وحان إعلامي يوان قريت عب حياشة يا قبل كمرجع إلى هنا ترى يغبت وراكم خير الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تقييمين تقدرين تياش مدى بدنا هود أن جلها حيداي وحني تاسكوس وجب جبين دونا برنامج ياسيق أركانو كوي جلي مذا حوينا سومالن أو سر رسمي أو دافوري أريمها بلا بيتان كديوان جلين تعود بحياشة قبل كمرد شيء يسلح لي وفي المقدس تي عبد الله علي سودي هبيتي يسكت بريد كي برنامج كان محمد عقلي هدي يا أحمد سك داير عصونو رمانتي بملك صو عالم ككشوكتان إذا كنا فيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Is the one girl here? Is the one girl here? Oh.